كابتن علاء، الف مبروك، تفوق تالق واضح من لعيبه نادي الاهلي النهارده. الله يبارك فيك يا ايمن. 3 نقاط مستحقه، ومباراه من المباريات اللي انت حاسمها من اول دقيقه، واضح شخصيتك باينه من اول مباراه، بغض النظر عن الشباب اللي بيلعب النهارده او حتى الناس اللي موجوده في الفريق. انت قلت كمان حاجه قبل الماتش، قلت لي بغض النظر عن مين يلعب النهارده، هو النادي الاهلي بيفكر في المكسب بس. اي حد يعني اي حد يلعب. لو جبت مدرسه الكوره بتاعت النادي الاهلي وبتلعبوا ماتش عايزين يكسبوا، هو انت متعود على كده، هي حياتك كده يا ايمن من اول ما تبقى في ناشئين النادي الاهلي، عشان كده كل ما بتتدرج شويه كل ما تفكرش غير انا واخد على مكسب الحمد لله. عشان كده النهارده الرغبه اللي عند الولاد بيتكلم عليها كابتن شريف، رغبه موجوده مش من النهارده، هي رغبه موجوده من مباريات الناشئين او المنتخبات او من ساعه ما دخلوا النادي الاهلي، هي دي الرغبه الموجوده. بس النهارده زاد عليها حاجات كتير قوي وصلت الشكل ده. يعني رغبه الفوز موجوده، عايز العب فريق الاول موجوده، فرصه وجات لي مش عايز اضيعها موجوده. بمناسبه الفرصه، ماشي، طالما بنتكلم فني يعني، اتفضل. بعض اللاعبين دول لعبوا كاس الرابطه، الدفع بيهم كان ممكن مستر موسيماني يدفع بواحد او اثنين او ثلاثه كانوا دخلوا في المنظومه بتاعه الفريق الاول، كان ممكن تلاقي منهم دلوقتي واحد واثنين وثلاثه بيشيلوك في الفتره دي. زحمه النجوم ما يقدرش، هو انت التوقيت يا ايمن. انا بقول لك وانا بتكلم معاك بقول لك ايه، رب ضاره نافعه، يعني الاصابات الكتير والاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت والراحه اللي خدتها اللعيبه اللي هي مجهده، كل الكلام ده ادى فرصه النهارده الولاد دي تلعب. لكن لو الامور ماشيه طبيعي وعندك النجوم كلها، عندك سليم واللعيبه سليمه، اعتقد كان الموضوع اتاخر، ممكن تلاقي زياد طارق بس. هي كلها حاجه بمعاد سبحان الله يعني، لكن بتحصل حاجه عشان حاجه ثانيه تحصل. يعني كل اللي حصل الفتره اللي فاتت دي، حكام وماتشات واختلافات ولاعيبه مصابه والقرار اللي اخذه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، قرار ذكي وصدفه التوفيق النهارده الحمد لله رب العالمين. هو قرار يعني هو قرار صح وذكي ويعني واتدرس كويس قوي. ايوه، وهو في فتره عايز يبعد كل ضغوطات عن اي حاجه تخص بالكوره. النهارده كل حاجه تخص كره القدم بعيده عن ضغوطات، ضغوطات الكوره دي اسوء حاجه ممكن الواحد يشتغل تحت ضغط. فهو شلك كل الضغوط على المدير الفني وعلى اللعيبه، بس عمل حاجه ثانيه، ادى دفعه معنويه لمجموعه الشباب مش طبيعيه. عشان كده النهارده يا ايمن هي معادله النهارده اكتملت. مدير فني مش مضغوط، بتلعب على مكسب، وعندك مجموعه ناشئين عايزين يقولوا احنا موجودين وفرصه مش هنسيبها. ودي احلى حاجه النهارده في المباراه، سيبك المباراه و3-0 والاداء والاهداف اللي كان معايا كابتن شريف، الكلام ده كله جميل، لكن النهارده درس كده ان لما بتيجي فرصه انا مش هسيبها، حتى لو هلعب مثلا زي محمد حمدي ده في اخر 10 دقايق ولا حاجه، انا عايز العب، عايز اقول انا موجود، انا بظهر نفسي. هو كل النهارده واحد بيقول انا بظهر نفسي، انا عايز ابقى موجود في فريق النادي الاهلي. العب امتى؟ مدير فني يقول لي تعالى ما يجيش، هي دي مش ما بفكرش في كده. انا بفكر استغل الفرصه كويس قوي، ادي اقصى حاجه بغض النظر عن فريق المنافس. ماليش دعوه فريق الاتحاد عامل ازاي، انا بادي ازاي، انا شكلي ازاي، انا الرغبه عندي عامله ازاي. النهارده كلنا قاعدين او كلنا في القناه قاعدين، ما فيش واحد في القناه النهارده قاعد مش عارف ان الاهلي هيجيب جول وهيكسب. مظبوط، صح. الموضوع ده ايمن بقاله حوالي 3 4 ماتشات مش موجود عندنا واحنا بنتفرج هنا في الاستوديوهات. صح، تقعد قلقان قلقان، الماتش الشوط اتاخر، الهدف اتاخر، 1-0، تفضل قاعد قلقان لنهايه المباراه. لا، النهارده انت قاعد من اول مباراه لنهايتها انت عارف ان شاء الله انك هتكسب ومكسب حلو، ومش قلقان من حاجه خالص. حتى بعد 1-0 زي ما كابتن شريف قال، لا انت بتدور على الهدف الثاني وبتدور على الهدف الثالث، وممكن كان الموضوع يزيد. لكن النهارده تجربه هايله، ارجو حاجه واحده، انسى خلاص النهارده اللي تالق تالق ولا احرز هدف هدف وكل الكلام ده، كل الكلام على الشباب الصغار ده ان انت لسه ما عملتش حاجه. صح، زي احنا بنقول زمان كده، انت لسه اسمك بالقلم الرصاص، ما عملتش حاجه مزبوط خالص. مزبوط. الناشئ الناشئ كويس النادي الاهلي بيدور عليه اللي عنده استمراريه، مش بيلعب ماتش واثنين وثلاثه وتنام، او موسم واثنين، لا لا لا، ده الناشئ ده انا بفكر تلعب لي 7-8 مواسم كده بكسر. خلاص بقى انت مش هتبقى ناشئ، انت مجرد ما تعدي خلاص الشهرين دول مش ناشئ، خلاص تلعب ماتش الثاني الثالث، الناس تبدا تتكلم عليك للاسف في السوشيال ميديا، تطلع السما. صح، هو ده اللي انا بقلق منه. عشان كده في النادي الاهلي الموضوع ده مختلف، او معنى صح ايمن محكوم قوي،
بيعرف ازاي يتعامل مع الناشئ. برافو عليك. ازاي يتعامل مع الناشئ؟ محتاجه شغل كتير جدا بره الملعب. طبعا طبعا. مظبوط. جوه الملعب ده شغلك. بره الملعب لا، كلام من سيد، كلام من المدير الفني، كلام من الناس اللي حواليك، الناس اللي بيحبوا اللاعب ده. ولازم قبل كل ده عقليه اللاعب نفسه. صح. عقليه اللاعب لازم يبقى الراجل بيبص لقدام قوي. انا مش بتاع ماتش ولا اتنين وكده، يعني زياد طارق النهارده جايب جول جميل تحفه، حاجه حلوه قوي. صحيح. خلصت خلاص، انا بدور عشان اروح اتمرن بكره. انا فرحان النهارده اروح اتمرن بكره عشان عايز العب الماتش الجاي عشان ابدا اسمي يبقى موجود. هو صح. ده اللي يتقال النهارده. بقول لك مكاسب كتير جدا الحمد لله، 3-0 و3 نقاط هايل. لكن المكاسب كمان اللي بره السباق الدوري العام كتير جدا جدا. مزبوط. جدا. مفيش النهارده اي خساره الحمد لله، ولا اصابه ولا حاجه الحمد لله. محمد محمود حتى لما اتخبط طلع سليم. فدي النهارده كلها الحمد لله مباراه طلعت النهارده هي حلوه في كل حاجه ايمن. صحيح. يعني ولا اصابه وطلع مكسب، ومكسب لعيبه صغيره واللعيبه الكبيره على فكره النهارده مفيش واحد ادى اداء متوسط، كلهم النهارده بيادوا اقصى حاجه عندهم، اقصى حاجه. مش انا بتكلمش على الحاجه الفنيه، انا بتكلم على الذهنيه والبدنيه، وبيعملوا كل حاجه. كلنا عم بنتكلم على الجول الاول بتاع كريم فؤاد وازاي اشترك الاشتراك ده. سبوت. لكن هو عايز من جواه، عايز من جواه، عايز يبقى موجود. صح. هنا هو سالم موجود هنا، دي كمان غريبه جدا، يعني كريم موجود في المنطقه دي. أيوه. دي اغرب حاجه، لكن هو عايز يلعب وعايز يجري وعايز يبقى موجود وعايز يقول انا موجود. عشان كده النهارده المباراه فعلا الحمد لله يعني شبه كامله. مظبوط. برجو ان شاء الله المباراه القادمه تبقى احسن واحسن ان شاء الله. صح.